السلام عليكم. اليوم نقف على مشروع نتاع محطة تحلية المياه البحر نتاع مدينة بومرداس، واللي هي بطاقة إنتاجية تاع 300,000 متر مكعب يوميا، واللي لتعرف وتيرة جد متسارعة في الإنجاز. وللعلم أنه فيه محطة أخرى، محطة قرصو التي تم افتتاحها مؤخرا، وكذلك فيه محطة نتاع كاب جنات التابعة للمحطة تاع توليد الكهرباء بمنطقة كاب جنات. إذن فيه 3 محطات في المنطقة هذيك، وفيه مشاريع أخرى راهي قاية الدراسة على مستوى مدينة تيزي وزو ومدن أخرى شرقا وغربا. إذن إن شاء الله يكون فيه برنامج متكامل لتحقيق الأمن المائي المهم جدا. وأترككم في رعاية الله يحفظه، والسلام عليكم. Thank you.